الجزائري، ومن الجزائر ينضم إلينا مراسل الغد كريم قندولي. كريم، ماذا عن أبعاد وتطورات الموقف حيث تمخضت يبدو المظاهرات عن تولي اليمين زروال مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر؟ هل لك أن تطلعنا على المزيد من التفاصيل؟ هذا ما يبدو عليه المشهد الآن، يعني كل المؤشرات توحي بأن اليمين زروال يعني أعطى الموافقة المبدئية وموافقته لقيادة المرحلة الانتقالية التي ستشهدها الجزائر في ظل هذا الانسداد الكبير. اليمين زروال يعني صاحب الشخصية القوية والذي أيضا يحظى باحترام يعني غالبية الشعب الجزائري، ممكن أن يكون الورقة التي تعول عليها السلطة وخاصة يعني الجيش لما نتكلم حول تفعيل المادة 102 من الدستور. البعض يتساءل كيف لزروال أن يعود إلى الحكم بهذه الطريقة. الأمور يعني قد تسير من بوابة مجلس الأمة، إذ تتبقى سبعة مناصب في مجلس الأمة، وبالتالي ممكن أن يضاف يعني في هذه المناصب وبعدها يكون هو رئيس مجلس الأمة، وبعد تفعيل المادة 102 من الدستور يعني يكون رئيس مجلس الأمة هو الذي يقود المرحلة الانتقالية للبلاد وليس عبد القادر بن صالح. هذا ما يتم الحديث عنه هنا بالجزائر. حديث أيضا عن يعني أحمد طالب الإبراهيمي الذي حسب المؤشرات أيضا سيعود بقوة، ولكن أيضا من بوابة المجلس الدستوري خلفا ل طيب بالعيز، وأيضا الحديث أيضا حول شخصيتين ممكن أن يكون على مستوى الوزارة الأولى يعني في منصب وزير الأول خلفا للوزير نور الدين بدوي الذي لم يمر شهرا على توليه لمنصب الوزير الأول، والحديث هنا عن أحمد بن بيتور الوزير الأول السابق، وحتى أيضا يعني عبد المجيد تبون الذي ربما قد يكون رجل المرحلة المقبلة. وبالتالي هذا هو المشهد الذي سيكون عليه يعني بعد تفعيل المادة 102 من الدستور، لأن الشعب يعني أمس أسقط هذا المقترح إذا كان لوحده، ولكن بمسيرته لمجموعة من الإصلاحات الأخرى ممكن أن يكون هذا حافز بالنسبة لهؤلاء الملايين الذين ينزلون إلى الشارع من أجل العدول عن مواصلة هذه المسيرات المليونية. إذن من الجزائر مراسل الغد كريم قندولي، شكرا جزيلا لك.